بل أول شيء يقضي فيه الملك جل جلاله يوم القيامة في الدماء، فالدماء لها حرمة في الإسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. فيأتي المقتول، يأتي المقتول على دوب ما يخرج من القبر يبدأ يبحث عن قتله بين الخلاء، يبحث عنه حتى يأتي به أمام ربه. قال: فيأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه أي عروق رقبته تشكب دما. شوفوا المشهد، شوف المشهد، عندها يأتي يخرج من القبر وأوداج رقبته تشكب دما، ليوقفه، يأتي بالقاتل ليوقفه أمام ربه ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ويقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اللي مشى بالشغل ما يعرفش قبله ولا بالشغل مشكل، واللي تقتل ما يعرفش ايش قتله. شوف الصادق انا هاهم عيشوه، هاهم عيشوه، هاهم لا ينطق عن الهوى. أعيد الحديث: والذي نفسي بيده ليأتي زمان لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. صلوا على من لا ينطق عن الهوى. هذا هو الإسلام أيها المحبة، وهذا هو محمد، وهذه دعوته صلى الله عليه وسلم. كثير منهم تسمع يقول لك أنت الإنسان توا الناس كل جربة الاعتصامات توا بلا بيت، وهو يعتصم ويحب يطالب بالبيت، راهو هذا نوع من الإرهاب، راهو مشكل الإرهاب، راهو مشكل الإنسان شد السلاح يقتل، هذا ما شك فيه وأخطر، لكن هل يبرد في البلاد توا في الوضع اللي يعيشوه توا يطالب في الزيادات؟ يعني أنت إيش قدمت ساعة البلاد حتى يطالب في البلاد؟ هذا نوع من الإرهاب اللي قاعد يسعى في جرائم اقتصاد البلاد من أكبر الإرهابيين. وقالوا الثقافة، وين الثقافة؟ وين؟ الثقافة بلاد بيت ما تطالب، مش طالب، شو اللي طالب فيه؟ فلنتق الله عز وجل جميعا، وليكن شعارنا: واعتصموا